فايكينغ سون باخرة عملاقة بأكثر من 1000 سائح أمريكي على متنها تحط رحالها بالجزائر في مؤشر على انتعاش سياحي من نوع آخر بعودة البواخر السياحية لتضع الجزائر إحدى محطاتها. فبعد 4 أشهر على متن هذه الباخرة المتخصصة في الرحلات البحرية وبعدما جالت مختلف بلدان العالم، الجزائر قبلة هؤلاء السواح الأمريكان والهدف التعريف بالوجهة السياحية الجزائرية والترويج لها على المدى البعيد. Ça fait 4 mois qu'ils sont en tournée. Oulioma et Habsouf Zahir. En tout, il y a environ 1000 passagers. Mais ils ont décidé de Habsouf Zahir pour faire des excursions, environ de 900. Farhanesh, c'est un truc nouveau. Les hommes, je me garde un peu de temps. Zahir, c'est un peu dangereux. Mais qui est là, ils ont une autre idée complètement. Ok, des touristes, les gens ont des croisières à Kaya. Mais. عاودوا ولا وحدهم فيكو عجبتهم البلاد عجبتهم لاكوي عجبهم لا سوسيتي الجيريان عجبتهم دوك لي ترونجي كي يشوف البلاد هكا تسقمت يعاود يولي وحده كي يكون وحده يتسمى شغل يفا انفيستير بوكو بلوس بوبليسيتي للبلاد خير اكثر من تسمى دوك هي عندها ان ريفينو تسمى لون تيرم. محطات عدة استوقفت السياح الأمريكيين الذين لم يتوقفوا عن التقاط صور تذكارية لمختلف الأماكن التي صادفتهم، والكل عبر عن إعجابه بجمال الجزائر. لأول مرة أزور الجزائر، أعجبتني المدينة وانبهرت بجمالها. المدينة جميلة عجبتني وقد اطلعت عليها قبلا في الكتب وهي معروفة في مجال التاريخ. وجهة سياحية جميلة عجبتني بنايتها ألوانها وأشكالها الهندسية. أما الجانب الأمني فلم يكن مطروحا لهؤلاء السياح، فالجزائر بالنسبة إليهم آمنة والتفكير في زيارتها مرة أخرى ضمن أجندتهم للتعرف أكثر على عروس البحر الأبيض المتوسط. لا يوجد مشكل الأمن وكل شيء هادئ وجميل، أتمنى العودة إليها مستقبلا. نعم عجبتني هذه المدينة وأريد العودة إليها. هي المرة الأولى يزور الجزائر أكثر من 1000 سائح أمريكي ولو كانت الفترة قصيرة، لكن تجاوبهم وانبهارهم بالجزائر رسالة قوية إلى الحكومة الإسراع في توفير المنشآت الفندقية لاستقبال زوار الجزائر.